طب انا بس جات لي معلومه دلوقتي ان احنا عندنا 9000 طبيب بيتخرج سنويا، ده من الجامعات ده من الجامعات الحكوميه صح يا جماعه؟ من الجامعات عموما. تمام. تمام. شايف ان 9000 طبيب سنويا ده من كل الجامعات الخاصه والحكوميه، هل الرقم ده رقم كويس محتاج يزيد ولا محتاج يقل؟ طب هقول لحضرتك حاجة دلوقتي. لو حضرتك سمعتي عن الأسبوع اللي فات واللي قبليه، كان في حاجة اسمها في الحوار الوطني المجلس الأعلى للتعليم. إحنا لغاية دلوقتي يا فندم، من ساعة ما التعليم اتخلق في مصر لغاية دلوقتي ماشيين بشكل عشوائي، بمعنى اللي إحنا ما عندناش خريطة. بكلام حضرتك الممتاز اللي لسه قايلها من شوية، سؤال اللي إحنا ما عندناش خريطة بتحدد لنا بالظبط إيه التخصصات المطلوبة في سوق العمل وايه الاعداد المطلوبه يا فندم، بس واحنا ندخل الكليات قد ايه ونطلع منها بس قد ايه. بس ديت لسه اول خطوه مصر بدات تمشي فيها من الحوار الوطني في انشاء المجلس الاعلى للتعليم. المجلس الاعلى للتعليم ده يا فندم هيضم رؤساء الجامعات، هيضم 11 او 12 وزير تحت اشراف رئيس الوزراء، هيضم رئيس مجلس اعلى الجامعات، رئيس جامعه الازهر، تمام، هيضم رئيس هيئه ضمان الجوده والتعليم. كل الناس اللي على رؤوس المؤسسات التعليميه في مصر هييجوا يقعدوا مع بعض يا فندم ويحطوا سياسه تعليميه لمصر تحدد الحياه اللي قلت طيب لحضرتك سوق عليها. العمل، انا اعتقد ان احنا مفتوح دلوقتي لخريجي تخصصات اللي بتخص الذكاء الاصطناعي والتخصصات التكنولوجيه، بالظبط احنا محتاجين ده دلوقتي في سوق العمل، بالظبط هو ده اللي كده، احنا محتاجينه بالظبط دلوقتي. فعشان الناس ما تبتديش تركز على التخصصات اللي هم متعودين عليها، ولو ما دخلوهاش هيجرى لهم حاجه، فاحنا نفسنا الثقافه دي بقى تموت انا حشي. خلاص، دي ما بقتش موجوده عايز الثقافه دي. اشير نقطه مهمه يا بس استاذ اخيرا بقى منيره. انا لازم اختم. ماشي يا فندم. عايز اشير نقطه مهمه، ان عندك عدد طلاب الثانويه العامه سنه 783,000 طالب، اقل نسبه فيهم في علم الرياضه. في علم الرياضه. يعني معنى كده حضرتك عندك معظم النسبه ادبي وعلم علوم، يعني ما لهمش ان هم يخشوا كليات التعليم او الذكاء الاصطناعي، فبالتالي هنا حتى مش هيبقى عليها الاقدام زي ما احنا متخيلين. فهنا المجلس الاعلى للتعليم هو اللي هيرسم لي الخريطه، هيقول لي الادبي انا عايزه عدده كذا، العلم عدده كذا، علم علوم، علم الرياضه عدده كذا، طيب والكليات المتاحه كذا وكذا، وسوق العمل طالب تمام كذا. تمام دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس وخبير التربوي والتعليم، انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتني شرفت بيك النهارده يا في فندم. ملفات.